بسم الله، نشوف ان شاء الله ازاي نتعامل مع الكاميرا. ابدا اضيف البيراميدز، تمام. على اساس ان انا ما بقاش بصور فراغ، ابقى في حاجه بصورها، اجي هنا اقول له عايز كاميرا. الكاميرا موجوده بس مكان عينيا، فعشان اشوفها بدوس الت واتحرك بالماوس الشمال هبدا اشوف الكاميرا موجوده فين. طيب انا عايز انا ابدا اشوف، ببص من الكاميرا، اجي هنا على عندي كاميرا اوبجكت اشغلها واعمل سيلكت للكاميرا، اجي هنا عشان اسجل فيديو لحركة الكاميرا حوالين الهرم، اجي ادوس هنا ريكورد اكتف واتحرك شوية كمان واعمل مثلا حركة زوم، اتحرك شوية كمان بالكاميرا، وممكن اعمل مثلا الف شوية. مثلا كده زي ما انت عايز اي حركة، اعمل زوم ولف شوية واديله، لازم ادوس على ده التسجيل اليدوي، واجي هنا مثلا ابدأ اقول له لف الشكل ده كده شوية واقول له سجل لي اللقطة دي. فلما باجي اقول له اعمل لي حركة فبيبدأ يلف الشكل زي ما انا عايز، تمام. دي حركة الكاميرا، أقول له أقف، ألغي العمليات. ده المسار اللي الكاميرا بتتحرك فيه، ممكن أنا أغير المسار وبالتالي الفيديو كله هيتغير. تمام، خلينا نرجع تاني للكاميرا وأقول له وريني الفيديو تاني. زي ما انت شايف الكاميرا اتغيرت فبدأت تبص على حاجة تانية، تمام. فتقدر تغير الكاميرا كلها وتغير كل حاجة زي ما انت عايز، وتقدر تتحكم في المسار. تقدر تيجي هنا مثلا للكاميرا دي وتخليها تيجي كده، ممكن تعمل لها روتيت زي ما انت عايز، تتحكم انت في كل حاجة في قلب المشهد، تمام. ولو وقفت على الكاميرا بتلاقي الخصائص بتاعتها هنا، لو انت عايز مثلا تعمل فوكال لينس او تعمل بروجكشن تبدأ تشوف انت عايز تبص من اي اتجاه، تمام. ان شاء الله ناخد كل حاجه بتفصيل، بس هي الناس طلبت تبقى الفيديوهات قصيره وتبقى مركزه على الحاجات الاساسيه وبعد كده نقدر نتعمق. فزي ما انتوا طلبتوا ان شاء الله نعملها باذن الله. السلام عليكم.